السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. اليوم سويت لكم الدجاج المحشي، هذا شكله. والدجاج طبعا أبل، طريقة جدا سهلة والكل يقدر يسويها، فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه الوصفة الرهيبة. أحتاج لتتبيلة الدجاج المحشي لهذا اليوم. عندي هنا هذه الدجاجة غسلتها بشكل كلش نظيف، خصوصا يعني من الداخل لازم تنظفوها بالشوكة بطريقة كلش نظيفة من الداخل. ومثل ما تشوفون هذه الجلود ما قصيتها، بقيتها. عندي هنا هذا الجلد أيضا ما قصيته، بقيته لأنه راح أحتاجه للحشوة من أحشي الدجاج. فالتتبيله اللي راح احتاجها كلش يعني بسيطه، ومو يعني مو صعبه، فقط الملح وقليل من الفلفل الاسود والليمون. اتبلها بالملح من الداخل بهذا الشكل، ومن الخارج ايضا اتبلها كلها بالملح. بعدها اتبلها بقليل من الفلفل الاسود، يعني ملعقة كوب من الفلفل الاسود كلش كافية. واعصر عليها هذه النصف ليمونة، احاول اعصر عليها من الداخل. بعدها أكمل العصر على خارج الدجاجة. وأتبل الدجاجة بصورة يعني جيدة بهذا الليمون والملح والفلفل. بعدها أخلي الدجاجة بالمصفي بهذا الشكل، وأتركها بالمصفي حتى يتصفى كل السائل من أدها وتتشرب من هذا الملح والليمون اللي والفلفل اللي خليته بيها. اتركها شي 4 ساعات وارجع لكم. التمن حسب الكمية اللي انتو تريدون، فراح احشي من عنده هذا اطبخه واحشي من عنده، والباقي اذا بقى راح اخليه يتهدى على كيفه واخليه ويا الاكلة. احتاج عندي هنا لوز مقشر، قليل من الزبيب او الكشمش، واحتاج البازاليا. البازاليا مثل ما تشوفون مستويه وطلعتها من الفريزر. احتاج عندي هنا القليل من بهارات البرياني والقليل من الفلفل الاسود، وبالطبع راح احتاج الى الملح. اول شيء راح ابدي اقلي هذا اللوز، وبعدها راح اطبخ التمن. بعد ما سخنت الزيت بالقدر، نفس هذا الزيت راح اطبخ به التمن. افضل اقلي اللوز اول شيء واجهزه، وبعدها راح اطبق التمن. شوفوا بدات تتحمص عندي اللوز، راح اخلي له الزبيب او الكشمش، يعني شيء قليل ما يحتاج له كثير اقلي، وارفعه من النار واطبخ التمن. ارفعه بعد ما طلعت اللوز من الزيت. بعد ما غسلت التمن خليته بالقدر، والبازاليا همينه غسلتها وخليتها. اضيف له القليل من الملح والفلفل الاسود والبهارات، واخلي له ماي، اقلبهم على النار اول مره، وبعدها راح اخلي له ماي بعد ما اخلي له الماي، يعني ماي يكفي للتمن. كل من يعرف شلون يطبخ التمن، واغطي القدر واتركه الى ان ما ينشف ماي التمن فقط، يعني ما اخليه يتهدى. عندي هنا التمن بس نشف ميه ورفعته من النار، يعني ما خليته يتهدى. اضيف له الخلطه، اللوز والكشمش او الزبيب، واخلطهم ويا التمن والبازاليا، وابدي احشيها من هذه الحشوة، حشوة التمن.
حاولوا يعني بس تحشوها لا تضغطون عليها حتى، لانه تمن لا تنسون راح يتهدى داخل الدجاجة بهذا الشكل، كلش كافي. بعدها عندي هنا هذا الجلد، راح افتحه واحشي بهذا هاي الفراغات ايضا من هذا هذه الحشوة. احاول اغلقها للدجاجة. اجيب ابرة وخيط واغلقها بالابرة والخيط، واتركها. بعدها عندي من هذه الجهة ايضا راح احشيها للدجاجة، احشيها من جهة الرقبة ايضا، شوفوا، واخيطها. يعني تقريبا راح تصير هذه مو دجاجة، راح تصير احنا نسميه بالعراق علو علو او علي شيش، وبالخارج يسموه التركي او ديك رومي، له تسميات هواية هذا الطير. واخيط وراح ادخل الدجاجة للفرن درجة حرارة 250 مئوية وارجع لكم. وعندي هذا باقي التمن، اغطي القدر وارجعه على نار كلش هادئة حتى يتهدى وارجع لكم. وهنا عندي هذا باقي التمن او الحشوة القيمة اللي سويتها، راح اخليها على الاطراف بهذا الشكل. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.